أهلا وسهلا بكم مشاهدينا على عدد جديد من برنامج المنتدى الثقافي. موضوع اليوم سنتناول فيه موضوع العمراني في الجزائر. هل يمكن أن نقول أن هناك هوية ثقافية عمرانية في الجزائر؟ وسنتحدث أيضا عن دور المجتمع في تحديد هذه الهوية والآليات التي ينبغي اتخاذها لتثبيتها، وكذلك وكيف يمكن للهوية المعمارية أن تكون محركا للنشاط الاقتصادي. ولمناقشة هذا الموضوع استضفنا السيد عبد العزيز راس المال، أستاذ باحث اجتماعي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. أهلا بك. والسيد بدعيدة سمير، مهندس معماري. أهلا بك. شكرا بك على الاستضافة. شكرا على الاستضافة. العفو. إذن أبدأ بك يا سيد عبد العزيز، أستاذ باحث في علم الاجتماع. يعني هل يمكن أن نقول أن هناك للجزائر هوية ثقافية معمارية؟ نقول أو لا نقول، هذه مسألة يعني ممكن أن نناقشها. لماذا؟ لأن الجزائر من الناحية الثقافية، يعني من ناحية الهوية الثقافية، مختلفة حسب المناطق. فهنالك مناطق مثلا لها هوية ثقافية واضحة. نعطي مثال على بلاد وادي ميزاب، لها هوية ثقافية معتبرة منسجمة تنسجم مع الإطار التقليدي، مع ما يعرف بالبناء مع الشعب، يعني أو كما يقول حسن فتحي في كتابه كونستروير افيك لو بيبل، ويعني هذا النمط المعماري التقليدي أساسا. أو نجد هوية معمارية حديثة، هذه ما يوجد في نتيجة للاحتلال الفرنسي الحديث، أعطى هويات جديدة لمدن كبرى. نعطي على مثال على ذلك. يعني أستاذ، احنا قبل ما نخوض يعني في القديم، يعني أريد يعني حاليا هل لدينا هوية؟ لا، ولكن مرتبطة بالتاريخ. نعم. لا يمكن أن نفصل التاريخ عن الثقافة. لا يمكن أن نفصل التاريخ عن الثقافة. هذا التاريخ له ثقل في الحاضر. هذا التاريخ الثقافي له ثقل في الحاضر، بمعنى أننا نجد هنالك تراكيب معمارية من تقليدي وحديث في مدن كبرى. نعطي مثال على الجزائر العاصمة، القصبة والجزائر العاصمة، القصبة في دلس مثلا وبلدة دلس مثلا، أو نذهب إلى وهران نفس الوضع، أو قسنطينة أو غير ذلك. بمعنى أن هنالك تركيب معين للهوية، هوية خاصة بنا. يعني هناك هوية معروفة متوارثة قديمة، وهناك طراز جديد معماري ليس جديد. له طابع، يعني له طابع أوروبي. نعم، يعني بكل صراحة له طابع أوروبي. أنا مثلا حينما أرى بناية العاصمة الأوروبية لا تفترق عن إيطاليا أو فرنسا أو غيرها، يعني النمط المعماري هو نوعا ما متشابه، أليس كذلك يا أستاذ؟ يعني نعم. في تشابه كبير جدا، ولكن هنالك نمط معماري تقليدي يظهر في القصبات. في القصبات نحن عندنا نمط تركي في كثير من الأحيان، يعني الظاهر، ولكنه يخفي نمط أندلسي داخلي. يعني حينما ندقق في الهوية الثقافية لهذه الأنماط نجد أن حضور النمط الأندلسي. لماذا؟ لأن الأندلس كانت لها علاقة مباشرة بالمغرب يعني الكبير، ومنه الجزائر الذي كانت له علاقة مع الأندلس. لذلك فأجدادنا الذين أتوا ليبنوا هنا تركوا في كثير من الأحيان أنماطا ذات هوية ثقافية أندلسية. يبقى المحلي مثلا كما وادي ميزاب كما أعطينا، يعني وهو مثال ساطع. هذاك على ذكرت لك وادي ميزاب مثال واضح تماما على الانسجام داخل المجتمع يعني المحلي الميزابي، وهو كما قلت لك يعني حتى في بلاد القبائل قسنطينة يعني نجد يعني طابع خاص، ولكن لكن نعم. لكن بلاد القبائل وقسنطينة هو نمط، يعني نستطيع أن نقول نمط يعني ريفي نوعا ما. يعني الدشور تاع بلاد القبائل أو الدشور تاع مثلا في الصحراء عندنا أو غير ذلك، يعني في الجزائر سواء الصحراء من الشرق أو من الغرب مثلا لها نمط معماري نستطيع أن نقول بأنه موروث، بأنه تقليدي، ولكن أدخل أيضا عليه البناء المحلي الجزائري الحديث. ما عندناش عمارات مثلا في الجنوب ولا غير ذلك، ولكن عندنا أنماط معمارية جاءت مع الاستقلال وما بعد الاستقلال. ما وقع
ما وقع، وهذا أظن يعني ما تريدينه. هذا هو لب السؤال يعني. نعم. أريد يعني حاليا يعني الطراز الجزائري الحالي. الطراز الجزائري الحالي هو نمط نقدر نقوله هجين من أنماط مختلفة، هذا النمط الهجين لم يحدد بدقة الهوية التي ينبغي أن نصل إليها كجزائريين. والتقصير ليس فقط من المواطنين كما يتهمون كثيرا، وإنما أيضا تقصير أيضا من الذين يريدون يعني أن كما نقول إحنا الذين يقررون أنماط المعمارية. النمط المعماري كنت في نقاش مع أخي الأستاذ، النمط المعماري يستلزم ثلاث فاعلين أساسيين، لازم عالم الاجتماع، عالم العمران كما الأستاذ، وعالم الآثار، يعني عالم العمران الأرشيتكت يعني المهندس المعماري، وعالم الآثار، بمعنى أن هؤلاء يعني هم الذين ينبغي أن توجه لهم الاستشارة، بل يسمع لهم إذا أردنا أن نقضي على كثير من المشاكل التي ترتبط حتى بالهوية، لأنهم أدرى لأنهم أدرى بالهوية الجزائرية، يعني ما ينبغي أن تكون عليه الهوية الجزائرية. طيب، وجه سؤال سيد بدعيد سمير، بما أنك مختص في المعمار، يعني هناك أقاويل يقولون أن الحضارة تقاس بالمعمار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مهم جدا، ونقول أنا دائما عندي المقولة، نقول أن العمران هو الشاهد على الحضارة. يذهب الحضارات يمشي ويبقى غير التاريخ، ولكن العمران هو يبقى الشاهد. الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، الحضارة الفرعونية، كامل يخليه شواهد بالبنايات العمرانية اللي ما زالها موجودة حتى الآن، وهذه الشاهد عليها اللي تعطينا النوعية تاع التطور الثقافي والعمراني في المدة اللي تم بناء هذه الشواهد. إذن لو نتكلموا على الهوية الثقافية العمرانية في الجزائر، أنا أقول موجودة، احنا ما نقدروش نربطوها بنمط عمراني ثقافي جزائري موحد او واحد. الجزائر راهي بلد قاره، هي اكبر تنوع ثقافي. هذا التنوع الثقافي اللي الاستاذ قال سماه بالتنوع الهجين هو 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 محمود، يعني حاجه محموده، يعني بالعكس هذه ثقافه الاختلاف رحمه. الاختلاف رحمه اكيد. وحنا عندنا الصحراء، عندنا الساحل، عندنا الجبال، عندنا كامل التضاريس، ولكل منطقة عندها الطابع العمراني اللي يميزها. ولو كان رجعنا للتاريخ، الجزائر مرت بطوابع عمرانية على حساب كل يعني الوجود الروماني هنا، الوجود التركي هنا، الوجود الحقبة العثمانية، الاحتلال الفرنسي اللي موجود هنا، كل حقبة خلات البصمة تاعها. هذه البصمة خذات ممكن فيها سلبيات ولكن فيها إيجابيات لازم الإنسان يتذكرها. النمط العمراني الآن كنا نتحدثوا في الآخر اللي موجود حال هو نمط هجين، ولكن فيه تنوع وفيه إيجابيات، وهذه اللي ناخذها بعين الاعتبار. احنا أنا كمهندس معماري يجيني الزبون إذا كان طلبية خاصة أو طلبية عمومية، دائما يمشيوا ممكن فيه سياسة البحث عن سياسة الكم أو التسارع، هذه السرعة في الطلبات الطلبية الموجودة تخلي ممكن الجانب الجماني والجانب العمراني الجانب الفني ينقص شوية. ولكن دائما حاليا فيه يعني طلبات خاصة من زبائن، ونطلب لك بروز هذا الجانب العمراني والجانب الفني في البناية، ما إذا كانت بناية خاصة أو بناية عمومية. وهنا يكون الدور نتاع المهندس المعماري أنه ينقل هذه الصورة أو هذا الطلب نتاع الزبون ويبرزه في الشكل أو في البناء الهندسي. وهنايا الثقافة دائما نقول أنايا لما يذهب كل شيء تبقى الثقافة. هذه كانت مستشرقة ألمانية سيلما زاغرلوف تقول لك لما ننساو كل شيء يبقى الثقافة تاعنا هي اللي تبرز. وهنا يبرز الدور المعماري ودور المهندس المعماري في إبراز كامل المميزات العمرانية أو اللي ديتاي أرشيتكتونيك تاع كل بنيان، وكل بنيان أو كل طلب تاع إنسان عنده الروح تاعه. الإنسان هو اللي راح يستعمل هذاك المجال العمراني، هو يستعمل المساحة أو المجال اللي راح يستغله. هنايا تبرز
خصوصية كل إنسان أو كل معماري اللي يعطي له هذه الخصوصية اللي موجودة فيها. طيب أعيد وجه سؤال السيد رأس المال عبد العزيز، يعني بما أنك أستاذ علم اجتماع، يعني كنت تطرقت وقلت أنه يعني هناك الطابع العثماني اللي فيه الأندلسي يعني الآن، يعني نحن نعرف أن في كبريات المدن الجزائرية هناك يعني أسلوب موروث قديم يسهل التعرف عليه، وهناك طراز جديد يعني ليس له طابع خاص يعني بالجزائر، يعني لماذا هذا يعني النمط الغير معروف يعني اذا جيد. قدرنا نقوله بارك الله فيك، يعني نعم. هذا هو السؤال الذي كنت نعم هذا هو. انا حينما قصدت هجين يعني نعم. لا اقصد يعني بالطابع السلبي، يعني هجين معناه مختلط يعني هذا فقط ملاحظه، يعني اقصد مختلط بمعنى ان الظروف التاريخيه والاجتماعيه والثقافيه يعني فرضت علينا هذا النمط المختلف. لماذا؟ لانك اذا ذهبت الى مدن بعض المدن استاذ تجد انها مدن متميزه، يعني عندها طابع واحد او طابعين واضحين. احنا عندنا اشكال هو ان هنالك طوابع كثيره بصمات كثيره ومتعدده. يعني ارجع الى السؤال، يعني نحن مشكلتنا هو اننا يعني لم نعطي، وهذا ما ذكره الأستاذ، لم نعطي للمدن روحها سون إسبري، هذا هو المطلوب. نعم لم نعطي للمدن روحها. ما ينقصنا نحن عن المدن المجاورة، يعني عن البلدان المجاورة، يعني المغرب وتونس ومصر إلى آخره، مدن حية معنى أنها تبقى حتى الساعة الثانية عشر تاع الليل، يعني من خلال النشاط الثقافية ومن خلال يعني الجانب الثقافي و يعني أن المعمار يؤدي دوره داخل المجتمع من خلال روح المدينة. نحن للأسف الشديد عندنا مدن نستطيع أن نقول بعض المدن ميتة، يعني بعض المدن أيضا تقفل كلها، يعني يتوقف النشاط على الساعة التاسعة يعني بأقصى الحالات، يعني بينما هنالك مدن نعرفها وذهبنا إليها تبقى حية، يعني النشاط الاقتصادي لساعات متأخرة يعني نشاطات حركية ثقافية جيدة حركية ثقافية وحتى عمرانية في بعض الأحيان. نعم. يعني العمرة راه كل شيء مش فقط البناء. يعني لا سيركيلاسيون، التحدث بين الناس، المجال، يعني استعمال المجال إلى آخره. احنا مثلا في الجزائر العاصمة كانت واحد التجربة بقيت يعني لوقت قليل وراحت للأسف الشديد، تلك يعني الأمور الخاصة بريفي يعني التي يستعملون فيها المجال كضرب على الجيتار أو الأغنية يعني وتجمع الناس يعني في الحلقة، هذه راه في مدن كبرى ذات قيمة، يعني أن المغني أو المنشد يستغل مجال صغير جدا ويقوم بنشاط خاص، يعني موسيقى حركية وتكون في حركية أيضا ليزيسباس، يعني استعمال ليسباس، يعني استعمال المجال للتنشيط الثقافي ولتوضيح الهوية. احنا مثلا كان عندنا مثلا المداح مثلا في الأرياف كان عنده دور أساسي، يعني كان يستعمل الحلقة في يستعمل المجال العمراني ل يعني إبلاغ وإخبار المجتمع بما يحدث، يعني سواء عن طريق القصص أو حتى الحوادث التي كانت تقع آنذاك، بمعنى يعني يعوض الانفورماسيون، يعوض التلفزيون، يعوض الإذاعة بالنسبة للأشخاص المحيطين به. معناه هذه المجالات نتاع المحيط إلى آخره وهذه الأمور، ما الذي يعني قضى عليها؟ وهو الاستعمال العشوائي للعمران، بمعنى أن استعمال العمران يعني استعمال البنايات الشاهقة وكذا وإلى آخره في العاصمة، وكان مشاكل يعني ما كان درج الشمس بالقربال، يعني في أحياء الحميز إلى آخره كل راهم يعرفوها أحسن مني الأساتذة يعني المتخصصين، يعني ما كانش المجال تمشي للحميز، ما كانش المجال يعني واش نقولوا أسواق والله ما نعرف كيف نسميها، يعني مجالات نشاطات تقول الاقتصاد، نشاطات اقتصادية صح مربحة والإلكتروميناجي إلى آخره، ولكن إذا كان يوافقني الأستاذ في المجال في استغلال المجال وفي انشراح المجال وفي إعطاء جانب بالبزاف ناقص يعني بكثير جدا. زيد على ذلك كذلك البناء العشوائي للسكنات، يعني من تلقوا لهم يعني البنايات الفوضوية، البنايات الفوضوية يعني البناء العشوائي، يدير فيلا ولكن ليس بمعايير عمرانية، أليس كذلك أستاذ؟ يدير طابقين ثلاثة ولكن ليس بمعايير عمرانية، ما كانش كذلك
وهو الأستاذ يصححني إذا كان ممكن، ما كاش قوانين عمرانية يعني سابقة اللي الآن عاد بدينا واقيلا نلحقوا أستاذ، يعني أن فيه يعني احترام المجال، احترام الرصيف، احترام كدا. يعني حتى المساحات الخضراء لا يتم يعني لا يتم استغلالها، لا يتم استغلالها توفيرها يعني توفيرها. حتى في البنايات يعني أنا أقول كاين جهد يعني حتى لا ننكر بأن كاين جهد، كان جهد الآن في الحقيقة على أن يعني استعمال المجال يعني في حدائق في كذا إلى آخره، ولكن دائما أنا أؤكد على تلك الكلمة التي قلتها في الأول، هو أن الفاعلين الأساسيين ينبغي أن يسمع لهم، تعطى لهم الكلمة. يعني أن المقرر السياسي لازم يستند إلى هؤلاء الفاعلين الأساسيين، وهو عالم الاجتماع يعني المختص في علم الاجتماع والارشيتكت وعالم الاثار. اذا قبل ان نكمل النقاش يعني النقاش شيق، قبل ان نكمل النقاش نتابع هذا الموضوع للزميله صالحه جعيداني غرنوق ثم نعود. الهندسه المعماريه هي فن وثقافه واسقاط لصوره المجتمع الحضاريه والتراثيه قبل ان تكون صناعه وبناء. فالمار من شوارع مدننا الكبرى بل وفي كل قطعة منها يدرك أن حضارات عديدة مرت من هنا، آخرها العثمانيون الذين تركوا بصماتهم على جدران مدننا والفرنسيون من بعدهم، لتصبح هندستنا المعمارية لا تخلو من هذين النموذجين. فهل استطعنا من خلال عمراننا أن نصنع البصمة الجزائرية لنستطيع اليوم الحديث عن هندسة معمارية محلية؟ البصمة المعمارية حقيقة غائبة في العمارة الجزائرية، هذا رجع إلى عدة نقاط، من بينها أنه العمارة حاليا لم تراعي ولم تأخذ بعين الاعتبار، يعني نحكي عن المصممين ولا المعماريين مثلنا، ولم نأخذ لا نأخذ بعين الاعتبار، وهذا للأسف بعض الجوانب التراثية نتاعنا بالنسبة بفضلها اون سيدنتيفي، يعني الهوية يعني تكون عندنا هوية تاعنا بالنسبة للفضاء اللي نصمموه ولا اللي راح نعيشوا فيه. ورغم انه هناك يعني مراجع عمرانية كثيرة في الجزائر ومتعددة كومبلكس متعددة ولكن ومتكاملة في نفس الوقت، لأنها تراعي بعض المبادئ، وهذه المبادئ هي الصورة تاع الشخصية تاعنا تاع الهوية تاعنا. بالرغم من إدراك المختصين في العمران وفنونه أن للبنايات التي نسكنها علاقات مباشرة بالحياة اليومية الاجتماعية والثقافية وعلاقات روحانية لا تخلو من القداسة، إلا أن الحاضر من البنايات لا يعكس هذه العلاقات المترابطة، بالرغم من إمكانية إقامة نموذج خاص بالطابع المعماري الجزائري. يمكن نقول انه ما فيهش طبع خاص، ولكن يمكن نقول فيه طبع متعدد. دونك حنا من جانبنا كمعماريين علينا ان ناخذ هاد لي زانغريديون هادو كامل ناخذوهم، واش ورثنا واش كان الاصلي تاعنا باش نكونوا به طابع اللي هو بطبيعه الحال راح يجيب الى احتياجاتنا. نروح امتيكو في النوستالجي في الذاكره تاعنا، نشوفوا كيفاش كانت المباني في القصبات تستعمل. كانت المبنى في القصبه كان بيت بالنسبه للعائله الكبرى، في داخله كان الفناء لجمع بين العائلات كلها، وكان هو عباره عن فضاء تواصل وتكامل ومحبه بين الناس اكسيتيرا. في المبنى الحالي للاسف بيان سور بطبيعة الحال هاد الطبيعة تاع الحياة تتلاشى، لأنه أصبحنا نعيش في غرفة من 4 أو 3 شقق، فيها الشرفة التي لا نستعملها، في
فيها سلم ليوصل من الفضاء الخارجي مباشرة إلى داخل الدار، وكذلك غياب المرافق أنكس يعني الملحقة بهذا. لما نحكي عن بناية كسكن وين يعني يكون التواصل، يكون التكامل، هذه رائبة. الهندسة المعمارية كما يقول علماء الاجتماع هي فن قبل أن تكون علم، فمتى ندرك ذلك؟ وهل يأتي يوم يكون الطابع الجزائري ميزة مبانينا وعمراننا؟ إذن سيد بدعيد سمير، كما قالت الزميلة صالحة جعيداني، المعمار هو الهندسة المعمارية هي فن قبل أن تكون علم. يعني كيف وظفتوا أنتم الفن هذا في هنا في الجزائر؟ احنا كما قال الزميل كمال افتيسال مهندس معماري اللي كان طرق في الحوار، احنا دائما نمشيو الى الموروث الثقافي العمراني تاعنا، لازم دائما ناخذوا هذه البصمات. نقول كان ماهيش موجوده بصمه، فيه بصمه، لا هو قال ما كاش بصمه خاصه ولكن متعدده. نعم كاين تعدد في البصمات، ولكن البصمه الخاصه الحاليه ما مش موجوده. احنا البصمه الخاصه علاش ماهيش موجوده الان؟ احنا كان الدوله خذات على عاتقها مجال اسكان المواطنين، يعني حق المواطن في السكن، ونشوفوا الملايين من السكنات المنجزه، يعني هذا بمجهود جبار قامت به الدوله، ولكن لم يتبعه بجهد فني وثقافي، لان دائما السياسات هذه ممكن المتسارعه في اعداد البرامج، برامج الدراسات والانجاز. لو كان نمشيو في التدقيق هنا كمهندسين معماريين، كاين برامج اللي انجزت يعني في اطار الدراسات والانجاز بدون المرور على حول المسابقه المعماريه، ما كانش فيه، ما يعطيش المهندس المعماري البصمه تاعو، فيه دفاتر الشروط اللي موجوده، يعني كاين اللي فيه مضبوطه، يعني ما تعطيكش الحريه في هذا البصمه المعماريه اللي المهندس المعماري يتفنن فيها ويعطي الصبغه الجماليه. هذه الامور يعني ممكن نتداركها، كاين مشاريع، كاين كما الاستاذ اللي كنا نتحدثوا في البلاطو قبل ما ندخلوا المشروع حول موضوع او مشروع 1000 سكن في قصر تفليلات في غردايه، اللي يعطي نموذج عمراني متناسق، خذ البصمه الجزائريه في المنطقه ذاتها بني ميزاب، ومشات الى مده 20 سنه من 97 الى يومنا هذا باش اكتمل المشروع. يعني الاجال كانت يعني واسعه، يعني كان الاجال واسعه، الأجل مفتوح، يعني باش خذا وقته، خذا وقته وخذا دفتر. نعم. شروط يعني متكامل. المواطن باش يتحصل على سكن لازم يسلكه، لازم يعطيله المقابل تاعو، ولازم فيه دفتر شروط للتعامل الجماعي. لان احنا لما نمشيو كيما نتكلموا على لابروبرياسيون دو ليسباس او المحيط تاعنا، كاين المحيط العام، كاين المحيط المتكامل وكاين المحيط الخاص. احنا دائما الجزائري السكن نتاعو لوجمون تاعو يعطيله كامل الاهتمام، ولكن لما يخرج من باب لانه ما يعتبرش ملكيه ليه. هذه وهنا تدخل فيها السوسيولوجيا وتدخل فيها علم الاجتماع، اننا نعاودوا ندرسوا النفسيه تاع الجزائري، وفي عده مراحل اللي هذا راح يجاوبنا عليها استاذنا. معليش، وهنا دائما نشوفوا كيفيه تطور الانسان الجزائري. لما شفنا في الشريط الانسان اللي كان يسكن في المدينه العتيقه في القصبه او في الاوراس في الجبال او في جرجره او في المدن الريفيه، وكيف يعني التحول العمراني، ومشينا الى بنايات نمط اوروبي، نمط حديث، نمط يعني هل الاستيراد يعني هو اللي خلى الروح هذه، الروح الطراز غير واضح في الجزائر، يعني استيراد الانماط، هو فيه الاثر السوسيولوجي على السكن هنا. الانسان كيفاش كان يسكن في العائله الكبيره لو نوايو سونترال، ولما الان مشينا الى العائله الصغيره هذه، مشينا لي لوجمون اف 3 اف 4 رانا نسكنوا فيهم، هنا تبدل النمط تاع السكن، وهنا حدثت يعني تغير سوسيولوجي في ممكن الاستاذ يعطينا ثاني التجربه تاعو في هذا الموضوع. نعم شكرا. طيب سيد، وجه لك سؤال يعني ممكن جاوبنا يعني سؤال بعض هناك. نعم يعني هو يعني كان من هناك من يقول ان يمكن الخطا في المجتمع او في النموذج العمراني. نعم طيب شوفي، الخطا نتقاسمه كلنا، يعني باش نكونوا حياديين وعادلين يعني في الحكم تاعنا. لماذا نتقاسمه؟ اولا
يعني كنا نتحدث في السابق كذلك في دردشة هكذا بأن هنالك مجالات واسعة في بعض المناطق ونديروا عمارات غير معقول. يعني نمط معماري في بلد متسع، نتكلم عن الصحراء خاصة، نؤكد على المناطق التي فيها يعني جانب عقاري واسع خلاص يعني غير مستغل ودير فيها عمارات، هنا لا كونتراديكسيون، هنا التناقض. كما قال الاستاذ راجل بعد على القريه هذه اسمها تفليلات، قصر تفليلات، تفليلات راني ذكرتها تفليلات، يعني عطاو الوقت باش يديروا نمط معماري متميز وقت طويل، نشوفوا بان صافي دير لاطونت نتاع المواطنين صح يكون فيها اشكال، ولكن في النهايه النتيجه في مليحه، في النهايه النتيجه مليحه. وكذلك على حسب الجانب الديموغرافي، مادام الجانب الديموغرافي يعني قليل وفيه امكانيه على انك يعني تتوسع من الناحيه المعماريه، ولما لا؟ صح نتكلموا على المدن الكبرى نقولوا صح كاين ضغط كبير الى اخره، ولكن هذا الضغط لا يبرر، لا يبرر هذه الانماط المعماريه. الجزائري متعود كما تفضل الاستاذ على العائله الموسعه. راك تشوفي مثلا كلنا نسكن في طوابق يعني اف 3 كان لي اف 2 كان لي اسوء حالا على كل حال كان اف 4 طوابق خمس طوابق خمس طوابق الى اخره، ولكن الا تدركين باننا دائما عندنا هذيك روح العائله؟ لازم البنت تمشي عند باباها ولازم الاب يمشي عند بنته ولازم العمه تجي عند خوها ولازم يعني بصح نقصت استاذ نقصت يعني نقصت، ولكن مازال موجوده. يعني لسنا اوروبيين بارالين، نحن لسنا أوروبيين، نحن جزائريون، يعني ما زال ولو نقصت بفعل الاحتكاك بفعل الحراك، لأن الحراك اختصاص تاعي على كل حال، أول كتاب تاعي حول الحراك الاجتماعي، يعني بفعل هذه المسائل هذه ولو نقصت لكنها تبقى داخل يعني لو فون يعني العمق تاع الجزائري، هو أنه دائما يريد حياة عائلية، معنى ليست حياة فردية. لذلك ف يعني ماذا ينبغي أن نعمل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ ماذا ينبغي؟ للتوفيق بين الجانب الاجتماعي والجانب البيئي، يعني المحيط المجالي. المحيط المجالي. من تكون إمكانية على أن يكون هنالك النمط التقليدي اللي نتاع العائلة إلى آخره، نبني على النمط التقليدي. تكون إمكانية عقارية. ما تكونش إمكانية عقارية، على الأقل نهيئ هنا إذا ندور هنا خطأ الساكن، ماهوش خطأ السؤال تاعك، نرجع للسؤال تاعك. نهيئ الجزائري للحس المدني، يكون الجزائري عنده حس مدني على أنه راه سبق بها الأستاذ، على أنه لا ينبغي أن يبقى متقوقعا في شقته وفي غرفته، وإنما ينبغي أن يعرف بأن ما وراء غرفته وشقته وعمارته هنالك مجال ينبغي أن يحافظ عليه، ينبغي أن ينسجم معه، ينبغي أن يتلاقى جيرانه وكذا الى اخره، على الاقل البديل يعني تاع العائله اللي تكلمنا عليها. يعني فيه تصوري ما كانش مثلا الان راهم فاقوا شويه، يعني كان فيه شويه يقظه، نسميها يقظه نوعا ما، حظوا يديروا مثلا كراسي يعني في بعض العمارات نشوفها انا مثلا في سوريكالي الى اخره، يعني نشوف مثلا حظوا يديروا كراسي، نشوف انا هنالك نوع من الحيويه، يجوا الشيوخ ثلاثة يتلاقوا مع بعضهم يقصروا مع بعضهم، يعني عوض أنه يقعد يعني مضغوط في الدار، يعني هذا الشيخ اللي عنده متطلبات عنده حاجيات عنده لازم بس يتكلم مع الآخر إلى آخره، ها فئة الشيوخ ديجا راك حليت لهم جزئية المشكلة نتاعهم. مساحة الألعاب للشباب للأطفال، نعم. للأطفال حتى الكبار، احنا مثلا في حي العناصر كاين مثلا مكان وين عندهم ستادي إلى آخره، إذا الشباب يعني الشباب الان في الحقيقه راهم يعرفوا بعضهم اكثر من اللي يعرفوا الاباء بعضهم بعض، يعني هذا شيء ايجابي يعني عن طريق الكره، عن طريق كره القدم شعبيه، نعم ايه عن طريق كره القدم، ها راه كاين علاقه اجتماعيه، كاين مجال تاع الاستاد و ينبغي توفير الامكانيات، المجال والامكانيات والامكانيات، نعم. معناه تقدر دير عمارات معليش، ولكن ينبغي ان تضيف مرافق هذه العمارات، من ملعب لكرة القدم لأنها لعبة شعبية معروفة، من مسبح في الصيف مثلا في بعض الأحيان، من مساحات لعب للأطفال، من جانب يعني حدائق وما يتبعها. كما تكرر سيد بدعي مرافقة هذه البنايات بمساحات خضراء، بمساحات خضراء. كذلك نولوا للنمط التقليدي، النمط التقليدي كذلك في الحقيقة إذا كان يوافقني الأستاذ، يعني كما يقولوا يعني نجيب عبارة دقيقة، يعني دخلت فيه ايدي، يعني هذه الايدي هذه عوض ان ترقيه
أن يكون فيه الجانب الفني اللي يتكلم فيه الأستاذ هدمتها. الجمالي نعم. إيه الجمالي. دونك أنت كيف تمشي مثلا البنايات مثلا عريقة في الحضارة وخاصة لغيظك يعني خاصة الأندلسية. يعني تمشي أو مثلا المرابطية أو موحدية هذاك على قلت لك نرجع للتاريخ هذه أصالة جزائرية من نقولوا مرابطية ولا موحدية. لا احنا كنا كي كنا هدرنا سؤال في الأول يعني الطراز الحالي محلي يعني مش الطراز الحالي ولكن هذاك راه تاعنا هذوك أمازيغ هذوك احنا منين احنايا هذوك منا وإلينا بمعنى أقصد فترة ما بعد الاستقلال. لا معليش معليش ولكن هذاك التراث الحضاري اللي عندنا هذاك تراث مبني مكتسب. 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 روحي شوفي أنا تعجبني بوم ما وقع في تلمسان يعني من تمشي مثلا الجانب الحي القال وين كان سيدي بومدين إلى آخره ولكن بالمقابل روحي جهة المنصورة شوفي ريحة جهة المنصورة شوفي ما كان حتى كما يقولوا ترميم أستاذ ياك ما كان حتى ترميم ما كان حتى سياج ما كان حتى إحاطة ما كان والو على الهواء الطلق إيه يعني كذلك يعني شرشال بون محافظين عليها لأنها جات في وسط المدينة يعني الأثر الرومانية وضيف إلى ذلك صفدر يعني التاريخ يعني ترجع لا ترجع لماذا لأن تاريخك هذا موش تاريخ آخرين أستاذ أنا يعني السؤال ما كانش علي يعني هدرنا في فترة سابقة عن, نعم. عن التاريخ عن الموروث نعم. الثقافي المعماري الموجود فيه أنا أتحدث عن هذه الفترة يعني الفترة الحالية حرنا فيها مثلا نعم. شوفي مثلا نعطيك أنا مثال نعطيك أوكي. مثال آخر يعني للتوضيح للتوضيح من قلت لك المنصورة لأنها ثانية هذاك جانب آخر يعني ثقافي إلى آخر وراء حاضر معنا بناية على المنصورة قاعدة ما تحطمتش قاعد ولكن نظر للمساكنة أنت راكي باغا تمشي للسكن ديريكتوم يعني فهمت القصد نتاعك لا أنا أستاذ أنا سؤالي لماذا فقدنا الهوية الثقافية لأننا يعني ما حافظناش عليها تو سامبلومون هذا هو لأننا ما حافظناش عليها وما درناش مكاتب دراسات مختصة فيها ليزارشيتكت اللي هم أولى بأنهم يحافظوا على الآخر وديرناها مسألة تقنية وكأنها مسألة تقنية ليست لا ترافقها لا ثقافة ولا رؤية حضارية لا والو هذا هو الإشكال اللي وقع نعطيك كذلك آخر مثال آخر وهذا من الأخطاء يعني راك تقول لي الآن نتكلم لك الآن بعد الاستقلال الآخر يعني نعرف مثلا قرى في الجنوب الغربي الجزائري نعرف بأن داروا لها المواد البناء التي تستعمل ليست هو يعرف أحسن مني ليست هي المواد البناء التي ينبغي أن تكون داروا السيمو وداروا ما تتلائمش مع المحيط ما تتلائمش مع المحيط عندهم الحرارة قوية وعندهم برودة قوية يعني حتى البناية أستاذ إذا يوفقنا الرأي يعني كانت تبنى على أساس المناخ إطلالة الشمس يعني كان يراعى فيها بالضبط. العديد من الجوانب يعني بالضبط. الآن بالضبط نعم مفقودة اليوم نعم لا؟ لو كان نرجع للموروث العمراني اللي موجود عندنا في المناطق المتواجدة كامل يعني عبر الأراضي الشاسعة تاعنا في الجزائر هي الآن راهي محل دراسات عالمية والرجوع إليها في القمة العالمية لا كوب 21 كنا حاضرين فيها أو القمة الأخيرة في مراكش لا كوب 22 حول البيئة يرجعوا إلى نمط البنيان اللي راه موجود عندنا صح عندنا طلب كنموذج يعني كنموذج للبناء المستدام اللي حافظ على البيئة واللي حافظ على المناخ المواد الأولية للبناء اللي يخلي اللي يخلي درجة الحرارة الموجودة في الصيف يعني درجة معتدلة وتناسب المنطقة اللي موجود فيها احنا لما مشينا قلت لك دائما سياسة الدولة انها تجاوب على هذا الطلب بالكم الهائل من طلبات السكن هذا يعني والآخر ولكن احنا دائما الآن انا دائما نقول واش نديروا الآن انا نظن اننا نديروا توقف أو نقف في محطة ونتدارس هذه النقطة كامل اللي لحقناها الآن ممكن عملية الكم وفرناها الآن لو كنا نعطيك مثال مدينة الجزائر منذ سنتين فقط في 2016 تمت الموافقة على المخطط التوجيه التهيئة العمرانية لبدو في 2016 الدراسة تاعو فقط قامت مدة 7 سنوات تدارستها في 57 بلدية وتمت الموافقة عليها في المجالس البلدية كامل المكونة لمدينة العاصمة وكانت فيها فترة للمراجعة وللمواطن هنا الدور الأساسي ولكن ما يقومش به الدور اللي هو أنه هو عنده حق الاطلاع على كل ما يجوب أو على كل ما يجري في المجلس البلدي تاعه
المصادقة على المخطط شغل الأراضي ومخطط التأهية العمرانية موجود في البلدية تاعو، وكانت فيه فترة مراجعة لما المجلس البلدي يوافق على مشروع يخلي فترة للمراجعة ولكل مواطن الحق في إبداء الرأي الموافقة أو الرفض بكل ما هو المخطط شغل الأراضي يمتد إلى 20-30 سنة في المستقبل. هنا المواطن، هنا الدور تاع المجتمع المدني، دور الجمعيات هنا اللي لازم يتدخل. دور المجتمع المدني مهم جدا في هذا. احنا كمهندسين كتقنيين نقوم بالدور تاعنا، الإدارة تقوم بالدور تاعها، المنتخبين يقوموا بالدور تاعهم، ولكن هنا التوعية، وهنا نرسل أنا يعني الرسالة إلى المجتمع المدني أنه يقوم بالدور تاعه. والآن مؤخرا معالي وزير الداخلية أعطى يعني أمر وأعطى توجيهات أن المواطن يشارك في كل مجلس بلدي وفي كل دورة للمجلس البلدي، والمجالس مفتوحة للمواطن. هنا يعني لازم الدور المواطن يكون فعال ويعطي الرأي تاعه، والمجتمع المدني له دور كبير. أنا نعطي لك المرافق العمومية موجودة، ولكن شكون اللي يقوم بالعناية بها؟ الدولة تعطيك لما تبني لك سكن، تبني لك حي سكني من 2000 سكن وفيه المرافق. الجانب الوظيفي يعني تأكيد أيضا على الجانب الوظيفي. نعم. والإداري. شكون اللي يقوم شكون اللي يقوم بالعملية تاع مش الصيانة كاين الإدارة، ولكن شكون اللي يقوم اللي يحيي هذاك المجال؟ لما الأستاذ قال لك كان البراح وكانت هذوك الجلسات، كل منطقة كل مدينة كل حي عنده الطابع نتاعو، هذاك الطابع نتاعو هو اللي يحييه المواطن. هنا لما نديرو احنا كنا نديرو العرس تاعنا في الديور، هذا الفلسفه الجديده تاع العرس في لي صال. نعم، علاش ما نديروهمش في الاحياء نتاعنا؟ نديرو لا سال بوليفالونت، القاعه المتعدده الاستعمالات، قاعه تستعمل في الرياضه، تستعمل في لما يكون حفل، لما يكون كذا. هذه كامل يعني مجالات اللي ممكن هنا لازم قلت لك تخلق ديناميكية وحيوية وتعطي طابع. نعم نعم، لازم نديروا مرحلة توقف، أننا مرحلة مراجعة لما تم من الكم الهائل من المرافق العمومية وكيف تفعيلها بإدخال دور المواطن عبر المجتمع المدني وعبر الجمعيات الفاعلة في هذا الميدان. إذن بما أنك تتكلم عن المواطن، هناك نموذج أعدته لنا زميلة صالحة جعيداني حول المعمار، ثم نعود للنقاش. احنا واش عملنا في المشروع هذا؟ قلت لك هو عباره عن تمرين صغير، خدينا بعض المبادئ هذوما تاع العماره هذه المحليه، وطلب منا انجاز جامع للصالات يعني معبد. الو خدينا هذه العناصر ضخيناهم داخل مفهوم هذا الفضاء، مفهوم يعني الريليجيو نتاعو اكسيتيرا، لان لم نصمم بيت، صممنا بيت الله يعني للصلاه للعباده اكسيتيرا. شفنا بليك ما هو المرجع؟ هل يجب ان اذهب الى مرجع تركي ولا مرجع مغربي ولا مرجع سعودي ولا باش نصمم جامع؟ نو، le référent est là. L'ibada, c'est une pratique de fond, c'est pas de forme. Alors la forme, je peux l'habiller, je peux l'habiller, je peux l'habiller, je peux l'habiller, je peux l'habiller. Alors, dans ce cas-là, nous avons fait un festival de la mahalia, le mode de mahalia, ومام الانتيغراسيون يعني الانتماء في المحيط كانت موفقة إلى درجة يعني معتبرة. ولكن النجاح انا نظن انا نسميه نجاح، ولو انه يعني كل واحد يقدر يعني هو كريتيك يعني هو مجال للمناقشه، ولكن النجاح وراء هذه التجربه ليس الجامع في حد ذاته كمبنى، هو ماذا استطعنا ان نوفق من خلال هذا الجامع، لانه لم نسترجع فقط تراث مادي، بل بفضله استرجعنا حتى واحد كمية من التراث المعنوي. إذن سيد بدعيدة، بما أنك مهندس معماري وهذا زميلك، يعني حبي يعني شوف كيفاش يعني قام بتكييف المواد اللي عنده مع البيئة والمجال المحلي. نعم. هل يمكن تعميم هذه التجربة؟ لإيجاد الطابع الخاص للجزائر. هذه تجارب خاصة موجودة عبر ربوع الوطن، يعني الزميل كامل افتسان قام بهذه التجربة في مسجد،
وخذا بترميمها وخذا كما قال لك الجانب المادي او الجانب المتكامل المادي او اللامادي في المشروع معنى. وفيه فيه تجارب عديده وكثيره في المساكن الخاصه، في قلت لك اللي ذكرناه النموذج تاع قصر تفليلات، فيه في 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 القبائل الكبرى، يعني فيه ثاني مشاريع هي عباره عن التفاتة او لمسه مواطنيه نقول لك انا، مبادرات خاصه، مبادرات خاصه، مبادرات خاصة. علاش ينبغي تعميمها؟ لا اكيد لا. هذه التجربه الخاصه، ممكن التجارب هذه، تعدد التجارب او التنسيق ما بين هذه التجارب راح يعطينا انتم نسقوا بعضكم، نسقوا بين بعضكم كمعماريين، ولقاو لنا لانه يقول لك ان الدراسات لايجاد النمط المعماري الجزائري الخاص لازم يجوز على مختبرات دراسه سوسيولوجيه نفسيه ومجاليه ونخرجوا بنمط. وهذا اللي ذكره الاستاذ راس مال، قال لك انه شوفي في اعداد مخطط المدينه لازم ثلاث اختصاصيين، المهندس المعماري، مهندس علم الاجتماع، وال يعني هذا التجانس وعلم الاثار الثالوث. نعم الثالوث يعني هذا التجارب تاع كامل التجارب الخاصه هذه تعطينا ايجابيه وتعطينا قوه دفع اننا قلت لك بعد ما مشينا للكم الهائل في العدد تاع السكنات الان رانا نرجعوا، وقلت لك دائما التجربه العالميه ثبتت ان البناء المستدام هو اللي يعطينا هذا، كل انسان يلقى الراحه تاعو في المحيط اللي يطلع فيه واللي تربى فيه. ممكن التغيير السوسيولوجي انه تحصل على سكن لاديال او سكن الاسبي وهذه الامور، يلقى روحه في محيط غريب عليه لانه ماهوش مهيئ انه يعيش في نفسيا ماهوش مهيئ يعيش في نعم نعم. يعني هذه نقطه اشرت الى نقطه مهمه، يعني السكن في هذه السكنات عادلة، يعني المواطن يلقى روحه مثلا معزول ويقوم بتحويرات، يعني هي كاين اللي قال لك انها رسالات او شفرات يرسلها المواطن انه مثلا انه ماهوش المجال نتاعو، يعني التحويرات اللي يعملها في السكنات وال يعني حتى على الخارج في الشرفات هنا يقول لك هذه رسائل يرسلها المواطن انه مثلا انه مش مرتاح في السكن، مش مرتاح في السكن نتاعو. نعم. بالضبط، يعني مش عارف باقي يكمل نعم. هي ممكن كما هذه، علاش دائما نقول لك السكن يعني المجال الفردي، المجال المشترك والمجال العام، ليسباس بيبليك، ليسباس سومي كوليكتيف، وليسباس بريفي. هنا الانسان دائما هذه لكل مشكل معضله كاين حل. الان موجوده هذه السكنات، الاحياء موجوده، احنا الدور تاعنا كاختصاصيين كالاخر التفكير كيفاش اعاده الحي او اعاده الحياه لهذا الفضاء المشترك، وهي بخلق فضاءات، يعني ممكن في الطابق الارضي او في المساحات المشتركه، مناطق للعب الاطفال، مناطق للترفيه او للالتقاء النساء، مجموعه تاع النساء ومجموعه تاع الشباب ومجموعه تاع الشيوخ، يعني هذه الفضاءات لازم اعاده الحياة لها. وهذا هنا ممكن بتضافر الجهود تاع الإدارة، تاع المهندس المعماري، تاع الأستاذ في علم الاجتماع، هنا لازم نخلقوا إعادة الحياة لهذه الفضاءات. هنا نقدروا الإنسان يلقى المحيط تاعه الخاص، المحيط المشترك مع الجيران تاعه. طيب. يعني كيف نخلق هذه الفضاءات استاذ؟ لا كانت في راسي فكرة من جهة التجربة. التجربة. نعم. شوفي التنسيق ما كانش في كثير من الاحيان، تنسيق غائب في الجزائر او شبه غائب. نعطيك انا عمل كان في مديريه الثقافه الاسلاميه بوزاره الشؤون الدينيه التي كنت اشرف عليها، عمل خاص بالمساجد الاثريه، عمل كبير جدا ساهمت فيه كل الولايات، يعني كل المساجد العتيقه وكل المساجد التقليديه، يعني كما قال السيد افتيسان اللي تعبر على النمط المحلي الى اخره، وتكلم بكلام واضح حينما قال يعني تشتتنا بين النمط السعودي وكذا وكذا، ومن بعد فكرنا بان هنالك نمط محلي وهنالك ادوات محليه فعملنا بهذه. يعني لو هذا العمل تاع مديرية الثقافه الاسلاميه انذاك اخذ بعين الاعتبار من طرف يعني كان له الترويج وكان له الاهتمام من طرف يعني مجموعات أخرى، يعني كانت تكون ممكن أكبر من الوزارة، يعني عمل تنسيقي مشترك بين. طيب على من يقع عاتق على عاتق على عاتق على عاتق على عاتقنا كلنا. طيب. يعني حتى أكون صريح معك، كيف ننسق؟
التنسيق هو انه لا ينبغي، قلت لك انا اعطيتك الفكره في الاول. لا لا الثالوث هذاك معروف يعني. لا 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 قلت لك لا لا مو الثالوث مو اللي باغي نتكلم عليه. يعني عدم التنسيق لما يرجع في بعض الاحيان على اننا نهتم بالامور من الجانب التقني ولا نهتم بها من الجانب العام الجمالي والمعماري والفني الى اخره. صافدير كاننا نسير الامور بطريقه تقنيه تكنيك، وهذا من بين الاخطاء اللي راه تقع. انا شاهد عيان يعني واتحمل مسؤوليه على كل حال في كلامي على ما اقوله يعني، ولكن نشوف بان التنسيق هو غائب يعني او شبه غائب. سي لافير دي زافير ريليجيوز بوان على لين، انها مساله تهم الشؤون الدينيه. كيفاش نقوم بالتنسيق بما انك طرقت الى نقطه مهمه، عدم التنسيق بين القطاعات باش نخرج ب يعني ماذا نعطيك ابسط صحيح. مثال لما الانسان يحب يطلب رخصه البناء يجي عند المهندس المعماري يعطي له المخططات ويوضحها، وحتى المهندس ما يتابعش المشروع. انا هنا نطلب ان تكون دور الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين يكون عندها دور، كاين لجنه احياء او اعاده تفعيل لكوميتي دارشتكتور اللي هي هيئه المهندسين عضو فعال فيها مع السلطات المحليه كامل السلطات الاخرين. هنا تفعيل دور الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين على مستوى كل ولايه مهم جدا. موش الانسان ياخذ رخصة البناء نتاعو من عند المهندس المعماري خلاص انتهى، يعمل واش يحب. نعم. هنا لازم يكون مجبر انه يتابعها، والهيئه يكون الرقابه القبليه والبعديه، الرقابه القبليه والبعديه من طرف المهندس المعماري. نعم. ومن طرف الهيئه. حتى المهندس المعماري مقيد فيه شروط، لان لو كان نرجع للوراء شويه فقط واش قال الاستاذ انه ما فيش قوانين موجوده. قانون تهيئة العمرانيه في 87، القانون العمران في 90، والمراسيم التنفيذيه لدولي بوست في 91، وكل يعني الأرمادة القانونية موجودة، ولكن عدم تطبيقها أو عدم أخذها بعين الاعتبار هنا اللي خلانا شوية ابتعدنا عن الجمالية أو الصورة أو التصورة الفنية هذه للعمران. هنا لو كان نرجعوا المفقودة مفقودة. نعم. هنا قلت لك لو كان نعطيو يعني الدور يعني لو دروا دو ريغار على واش راهو الإنتاج المعماري. أنا مهندس معماري ولكن كاين هيئة مورايا، مانيش حر في هذا بالضبط. تعطي هي الراي تاعها. علم الاجتماع الاستاذ هنا الدراسه السوسيولوجيه، لما قبل ما يمد رئيس البلديه رخصه بناء يعطي الراي للمواطنين، يكون فيه رفض او القبول. يعني ممكن نقدم بمشروع، وهنا الاختلالات نشوفوها في السنوات الماضيه. الان فيه بدو اللي تمت المصادقه عليه في الجزائر العاصمه، وتمنى انه يمشي يعم جميع الولايات هنا. والان بعد ما تمت المصادقه على هذا المشروع، على هذا المخطط اللي هو مخطط التهيئة العمرانية لبلدة العاصمة البدو، الآن حاليا راهم في طور دراسات لو بوس، وهو مخطط التوجيه العمراني لكل مدينة، وهذا اللي يحدد طريقة البناء، المساحات المصرح بها للبناء. وهنا لازم يدخلوا كامل هذه العوامل في الدراسة، وكل واحد يعطي الرأي تاعه. نعطي لك مثال بسيط جدا، في ولاية المتحدة الأمريكية في مدينة بسيطة يعني خارج الريف، كانت الجالية الإسلامية قدمت طلب ببناء مسجد وبناء يعني الناس يعني مشروع ثقافي إسلامي. خذت الموافقة من البلدية بعد سنتين من الدراسة، سنتين من دراسة في البلدية مش دراسة الهندسية. لأن طلبوا آراء نتاع الحي، طلبوا آراء نتاع التقنيين، طلبوا الآراء القانونيين، وبعد سنتين باش تمت الموافقة على هذا مشروع بسيط. ممكن هو مشروع عنده بعد ثقافي، عنده بعد ديني، عنده بعد تكويني كذا، ولكن تمت الموافقة عليه. احنا ساعات ممكن هذا السرعة، هذا الاستعجالية اللي اعطته دائما. نعم. هذه النقطة السلبية في النهوض يعني باش ما ندرسوش الموضوع يعني موضوع سكن ما يتدرسش بكل حذافيره بكل جوانبه. نعم. طيب استاذ، كيفاش المواطن يعني اريد ان اؤكد على المواطن، يعني هو كان تطرق الاستاذ بدعيده تطرق الى الجانب الجمالي، يعني لازم المهندس المعماري يكون عنده وقت باش يعمل الدراسه نتاعه ويوفر كل يعني الجوانب الجماليه والفنيه. يعني المواطن هنا يعني نفسيه وسوسيولوجيه العلم الاجتماع، يعني كيف تدرس نفسيه المواطن في الحفاظ على ما هو موجود؟ ايوه، يعني هذه نسموها تربية حضارية، إدوكاسيون سيفيليزاتوار. إذا كان ما وصلناش لهذه النقطة هذه ما درنا والو. لأن حتى يعني نكونوا صراحة، حتى من نقولوا الحس المدني والحس الوطني وكذا تبقى غير مجردة كلمات مجردة.
شعارات شعارات مجردة ليس لها أساس. يعني نعطيك أنا مثال، ما نذكرش حتى المكان بس هكذا لا أسيء للأشخاص. هل تتصورين بأن في أمام عمارات كاين واحد يربي كلب؟ سؤال للجواب. هذا يعني يبان بأن هذا ومنع وعاود ثاني راه عاود رد الكلب تاعو. يعني لا من الناحية الحضارية، لا من الناحية الفنية، لا من الناحية الجمالية، لا من ناحية الذوق، لا من ناحية يعني تربية حيوان يعني بجانب العمارات. يعني مش غير هذا الحيوانات. لا استني استني يعني ولكن هذا على استعمال المجالات وبناءها. لا سمحيلي سمحيلي لا بغي أشير إلى نقطة مهمة. أنا لا أجرم هذا الشخص، ما نجرموش بلك يحب الكلام. إيه ها وش بغي نقول لك، يعني ممكن كان يتطلع في ذهنه إلى مكان وين يكون واسع، وين تكون لانيش، وين تاع الكلب إلى آخره، وين يكون عنده مجال واسع باش يربي فيه الكلب. ولكن هذا الشخص بما أنه لم توفر له يعني من ناحية يعني كما نقولوا العملية لم توفر له يوفر له هذا المحيط، فكر إذا بما أنني عندي كلب اللي نستعمله والله عنده رغبة عندي رغبة فيه إلى آخره نربي، إذا ندير بجانب العمارات. وكان كان اهتمام تاع السلطات المحليه يا اخي البلديه راه في الميدان والله لا نعم. وكان اهتمام السلطات المحليه قال هذا تساؤل، هذا السيد لماذا راه مربي كلب واش يحتاج؟ يعني ممكن انه يحل المشكل تاعو بار اكزومبل. هذا على مستوى فردي. على مستوى اخر ما يسمى بتريف المدينه. الجزائري كثير من الجزائريين يعني نقولها بكل صراحه الا بعد اوقات معينه لان اولادنا هم اللي عاشوا في المدينه الى اخره، ممكن الجيل تاعنا فيه شويه على الطبع الريفي، ممكن الجيل اللي سبق علينا اكثر شويه الى اخره، ونعرفوا التمدن في الجزائر وين شويه تطور يعني تطور في السنوات الاخيره هذا معروف والتحضر. لو مثلا اننا اعتبرنا باننا في مدن باتم معنى الكلمه لا تربينا أنفسنا وأبناءنا على تربية حضارية، قال لا تهدم لا تكسر الحاويات نتاع الفضلات إلى آخره، ينبغي أن توضع في مكانها، ينبغي أن تنسق. يعني قال هذه الزجاج هذه الأوراق. يعني تربية ثقافية. تربية ثقافية بحتة. اجتماعية نعم. بحتة حس مدني ولكن بمعنى التربية الثقافية، التربية الحضارية، يكون واحد سيفيليزي بمعنى أنه ما يرميش الأوساخ في الطريق، الحاويات تكون خاصة. محافظة على البيئة والمحيط. ومحافظة على البيئة وتكون خاصة، كل واحدة خاصة بشيء إلى آخره. يعني هما مرات يعملوها ولكن لا يتم احترامها. لا يتم احترامها من نعم. طرف المواطن، المواطن هنا فوتيف، يعني هنا مسؤولية المواطن، ما ندرقوش الشمس بالغربال. وبعض الأحيان كذلك الجهود كذلك. يعني واش لازم نديروا له باش يتنظم يعني؟ باش يتنظم، يعني المواطن باش يتنظم لازم لك أولا التحسيس. تحسيس هذا الأول. بعد التحسيس يعني دير عقوبات رمزية. تو سامبلوم. يا سيدي ما ديرلاش عقوبات هكذا واضحة والله باينة. صافي دير كاين في كل البلدان مش عارف احنا عندنا والله ما عندناش يصححني الأستاذ لابوليس ديربانيزم. موجودة. موجودة أستاذ ولكن يعني دورها بارابور واش راني نشوف أنا في المغرب وتونس دورها ضئيل في الجزائر. بين وراء أستاذ مشال مراكش في تلك البلدان اللي هي مجاورة لنا وفي مستوانا الحضاري وفي نفس الذهنية. لابوليس ديربانيزم تؤدي دورها كما ينبغي. طيب الفكرة واضحة. الفكرة واضحة وصلت. انت قلت لنا الثالوث ولازم المواطن يكون عنده حس مدني وحس اجتماعي ثقافي للحفاظ على المحيط. اذا السيد بدعيدة ماذا يمكن ان تقول يعني لنصل، يعني هناك من قال ان الهوية الثقافية يعني محرك اساسي للنشاط الاجتماعي للنشاط الاقتصادي، يعني كيف ذلك؟ هنا قبل هذا ممكن نرجع إلى تعريف يعني المدينة بسرعة. يعني تعريف المدينة ما هوش مجال سكاني يتقاسمه مجموعة من الأشخاص ولكن هو يعني نمط معيشي ينتج أفكار وقيم. هذه اللي لازم المواطن يحس بها، الحس المدني، حس المواطنة، حس الانتماء إلى هذاك المجال الجغرافي اللي راه متواجد به. لو نرجع إلى
الهوية الثقافية، الهوية الثقافية كمحرك، كمحرك للنشاط الاقتصادي، للنشاط الاقتصادي. يعني في نقول لك انا يا سي لو باتيمون فاتوفا، يعني لو كان المجال المجال العمران هو المحرك للاقتصاد الوطني او الاقتصاد العالمي في جميع الدول. لما يكون السكن طلب تاع السكن يحتاج المواطن فيه طلبية، فيه طلب العرض والطلب، هنا راح يتحرك معاه السياحة، راح يتحرك معاه النقل، راح يتحرك معاه الاقتصاد السياحي، يعني السياحة، يعني كامل متكامل هذا العنصر الثقافي. نعم، العمراني، العنصر الثقافي العمراني لما يمشي، وهنايا إبراز الدور ثاني حتى الموروث الثقافي العمراني راهو عندنا. عندنا القصور هذه المتواجدة في جميع، نعم. يعني لما نبرز في الصحراء موجود، موجودة في الصحراء، في الجبال، نعم. لما نمشي والغوفي، لما نمشي والجبال القبائل، لما نمشي وال أنا موجود، أنا مزداد في قصر، يعني من القصور لا يتكلم الأستاذ. يعني إبراز هذه النقاط كامل يعني يعطينا رافد من روافد الاقتصاد، يعني لا محدودية لها. إذا موضوع شيق، أشكركم سادتي على إثرائكم هذا النقاش، نلقاكم بحول الله في مواعيد لاحقة. إذا إلى هنا مشاهدي الكرام، نطوي أوراق المنتدى الثقافي لهذا الأسبوع، نلقاكم في مواعيد أخرى بحول الله، في أمان الله.